Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah, Rabbana ya Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiu alim. Atub alaina ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina waffiqna lil haqqi wala tariqin mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya rahim ya rahim waghfir lana ya allah waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna ya Allah wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an wa afina ya Allah wa afina ya Allah. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن بحرمة ختم القرآن يا الله وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا يا الله وفي القيامة شفيعا يا الله وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك يا الله وجودك يا الله وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah, wansur sultanana ya Allah, sultanal muslimin, wansur muzara'ahu ya Allah, wa wukala'ahu ya Allah, wa asakirahu ya Allah, ila yaumiddin, waktubis salamah, waktubis salamah, wal afiyata alayna ya Allah, wa alal hujjaji, والوزاد والمسافرين والمقيمين يا الله في برك يا الله وبحرك يا الله من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا يا الله آبائنا يا الله وأمهاتنا يا الله وأبنائنا يا الله وبناتنا يا الله وإخواننا وأخواتنا يا الله وأصدقائنا يا الله وأس
أستاذنا يا الله وأقربائنا يا الله ومشايخنا يا الله ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى رب الفاتحة.